كانت أسوأ إنسانة أو أفضل إنسانة في الكرة الأرضية. يعني هذه مشاعر أم، أنت في النهاية دخلتي نفسك في معركة مالك فيها صراحة. يعني أنا ما أدري، أنت خذيت الريال اللي هو محمد الترك، ما حد اختلف معك في هذا الأمر، لأن هذه حرية. ومحمد الترك لا هو لا آخر ولا أول واحد يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، عادي. أعتقد يمكن الأشخاص الغير مشهورين معروفين يعني يمكن متزوجين أكثر من محمد الترك، وللأسف إحنا ما عرفنا محمد